أهلا بكم في المسابقة الأقوى على مستوى العالم اليدوي كفشات الزاوية الحمراء. رحبوا معي بأبو كف رقيق وصغير. في الزاوية الزرقاء رحبوا معي بدكتور إدرينالين. راوند 1. ولك ليش الصيدلي بيبني عمارة؟ ليش؟ شان يسكن الألم يا زلمة. أبو كف رقيق وصغير ينهار. راوند 2. طالب خرج من الامتحان من غير ما يكتب شيء، ليش؟ ليش؟ أبوه قال له يطلع الأول. دكتور إدرينالين يقاوم يا إلهي. راوند 3. دكتور جريت وراه كلاب، ليش؟ ليش؟ دكتور عظام يا زلمة. يا إلهي، أبو كف رقيق وصغير يسقط. ومع نهاية مباراتنا نتمنى لكم ليلة سعيدة. قصوا ظفيركم وغسلوا أيديكم بالصابون، ونراكم في الحلقة الجاية. صافحتكم السلامة.